وأنا صغيرة كنت دايماً أسمع وجه بن فهرة راح، وجه بن فهرة جاء، وكنت دايماً أتخيل إنه بن فهرة هذا وجه مرة قبيح ومرة مخيف. نشوف إيش قصة المثل. يقولون المثل نجدي ويستخدم للشخص اللي سلف فلوس ولما ترجع تطلب الفلوس يقول لك واللي تملفش الفلوس عندي، ويستخدم للشخص اللي عنده حب استطلاع ويتدخل في خصوصيات الغير، ويستخدم للشخص اللي يدخل في نقاش جاد ويفرض رأيه الغلط بكل وقاحة. أنا وإخواني نبي ندبرها كلها 150 طقة واحدة. في معجم اللغة العربية الفهر بكسر الفاء هو الحجر الذي تسحق به الأدوية والعطور. وفي رواية أخرى يقال أن في قديم الزمان كان في رجل يلقب بابن فهرة لجسارته ووقاحته، يدخل على مجالس الرجال ويتدخل في النقاش ويفرض رأيه غير السديد. عندنا في السعودية أمثال كثيرة تنقال في نفس المواقف. أنتوا إيش تستخدمون في بلدانكم أمثال مشابهة؟